يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا في حلقه النهارده بكل ما فيها من فقرات واخبار وموضوعات. صباح العسل. يا صباح الخير، وكده اول سنه ليك في السنه الجديده. يا رب تبقى برضو سنه حلوه. صباح الخير على حضراتكم. يا رب كده كل اخبارنا كل ايامنا تبقى كلها فوز واخبار ايجابيه وطاقه ايجابيه كمان. النهارده 23/9 يوم الاربعاء واخر الاسبوع معانا، اشوفكم ان شاء الله كمان الاسبوع جاي على الحد، بس النهارده دايما بنحاول يوم الاربعاء يبقى معانا كده اخبار متنوعه بنختم بيها اليوم مع حضراتكم. النهارده بقى هنبدا معاك بالاهلي. هنبتدي مع الاهلي كالعاده، وطبعا الاهلي بطل الدوري، عنده مباراه النهارده ضد فريق نادي مصر، طبعا ده هيكون ضمن اطار منافسات الاسبوع 29، والمباراه هتتلعب على ملعب الكليه الحربيه. طبعا من المتوقع ان ريني فايلر المدير الفني للفريق، يعني متوقع الى حد كبير انه يمنح الفرصه لاكثر من لاعب ناشئ خلال الفتره القادمه. طبعا هو راجل بقى اطمن وحسم الدوري والموضوع منتهي، فعنده فرصه كويسه ان هو يجرب مجموعه من اللاعبين الناشئين. امبارح بعد التمرين الختامي اللي اتمرنوه طبعا استعدادا لمباراه النهارده، اختار قائمه بتضم، خلينا نفكر كل حضراتكم بيها، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمود وحيد، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمود كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور اجايه، مروان محسن، اليو بادجي، احمد الشيخ، عربي بدر، واخيرا وليس اخرا محمد فخري. توفيق للفريق ان شاء الله، كده دايما رافعين راسنا كالعاده، ان احنا متعودين على كده.